يلا خلينا ناخذ المقادير مع بعض. محار وارز بدبس الفليفله، رح يكون معنا انصاف محار، ارز قطاف بسمتي طبعا اكيد منقوع، قطع زبده، زيت نباتي، دبس فليفله، ورح يكون معنا ثوم مهروس، بندوره شري، ملح، فلفل، بهار سمك او بهار جمبري وكزبره خضراء. يلا مع كمان مع معنا يلا. كمان رح يكون فيها كمون، كركم، بصل اخضر، بابريكا خشنه، عصير ليمون، وماء مغلي. صح الكلام. يلا يا جماعه احضرونا على لايف الفيسبوك. نعم رح نعمل شير شيرات يعني شير مع على فيسبوك يوم جديد والتلفزيون الاردني. اي سؤال في عالم الطبخ اليوم احنا رايحين على المحيط. سوقت امبارح من عند المحيط وجبت انواع ان شاء الله انها تكون على ذوقكم. اليوم رح نستخدم سايز مختلف من سايزات الروبيان لوصفه ثانيه، رح تكون سازلينج جمبري او فاهيتا سازلينج بعصير الليمون. رحت على المحيط امبارح توجه لهم تحيه وجبت هذا الكيس. هلا اذا بدي اجيبها انا فريش رح تكون اغلى علي. انا رحت جبت هاي التعبئه تمام فروزن مجمد اسمه مسلز هاف شيل او اللي هي المحار انصاف المحار. هاف شيل يعني اللي هي نص صدفه. خليني افتح اورجيكم اياها، وراح تكون لانا اقل بالسعر من اللي بتكون فريش. طبعا المسلز في منه كثير انواع، ولكن رح نشتغل بهذا الصنف. اللي زار تركيا شافه موجود على العربيات وبكل مكان. ايش هو لانا؟ محشي رز. هاي الوصفه رح اعمل لكم اياها ان شاء الله، ولكن اليوم رح اطعمكم اياها بطريقتي. الهافشل انصاف محار جامبو بتكون بهذا الشكل. هي بالعاده انصاف محار يعني هي مفتوحه تمام. اللي بتكون كامله اللي هي بتكون محاره مسكره، يعني تنتين طابقين على بعض بتكون مسكره. عمليه الشوي لهم او عمليه التحضير اني انا بسلقها فبشوي بتطق زي هيك بتفتح، لما بتفتح بعرف انها استوت. لما بتكون هافشل او بتكون اللي هي انصاف محار بعرف انها استوت لما بصير لونها بعمليه السلق بهذا اللون، توشيحات اورنج فورا برفعها. عمليه السلق ما بتاخذ اكثر من 3 ل 4 دقائق فقط. اوميجا 3 بروتين مغذي قوي جدا للروماتيزم. ايش يعني والله انا بتذكر برحله تركيا بتكون وين بتروحي تركيا صح على السريع. هاي المستويه وهاي النيه تمام. هلا انا بغسلها بمي وملح تمام، بحطهم في بوله بغسلهم بمي وملح، بعدين بسلقهم برضه كمان بمي وملح لمده لا تتجاوز 4 دقائق اذا كانت جامبو بهذا الحجم. في سايزات اصغر بالسوق تمام يا قمر. تمام يلا انا جهزت كميه لانه بصراحه كثير زاكيه، وكمان رح ناكلها انا ولانا امامكم لنشوف كيف بتم تناول هاي المحار. طعمها سمك سمك تمام. يلا للي بعرف السمك وبحبه بعرف انه هاي الاشياء من الاشياء المفضله يلا. للناس اللي بحبوا الاكل البحري. رح يكون معنا على الشاشه ارقام الاتصالات اذا عندكم اي استفسارات، اكيد بنحب نسمع سماع صوتكم، اي مشاركات او حتى اي وصفات تحبوا تطلبوها من الشيف علا. وصباح الخير لكل الناس اللي عم بيتابعونا عبر شاشات التلفزيون وعبر لايف الفيسبوك. ورح اقول لايمن قويدر صباح الخير، وام رعد رواش فيسعد صباحك، السميه أم حسين عبد الله تسعد أيامك يا أم حسين، ونادية قرقش صباح الخير يا نادية، أم طاهر صباح الخير، ليليان محمد صباح الخير يا ليليان، حمادة نيروخ بقول يسعد صباحكم. هدول قرابة يعني هيك النية. بسمع عثمان بتقول صباح الورد، أم أحمد حنتولي بتصبح علينا، وأحمد علمان صباح الخير، أم هشام عواملة، وكل الناس اللي عم بيتابعونا وبيشاركونا. أنا حطيت مقابيلي لانا طنجرتين، هدول الطنجرتين هم نفسهم اللي بدي أحط فيهم نفس الخلطة للمحار للمسل، ونفسها رح أحطها كمان للأرز. هلأ بدك تفلفليهم مع بعض زي طبخة الكبسة بصير، ولكن أنا بفضل بهذا الشكل كرمال كمان جمالية وفخامة المنظر اللي رح نشتغل فيه. حطينا زيت وزبدة، كسرت الزبدة بشوية زيت، بعدين رح أروح أجيب شوية توم، والرز كمان بده توم، طعم خرافي جدا. عم بعطيكم وصفات صراحة تعلمتها قبل 10 سنين تقريبا، بس إشي صراحة يعني مش قابل للنقاش قد ما هو زاكي. رح ناخذ دبس فليفله في حلو في حر. وين بنباع؟ عند المحلات اللي بتبيع المخلل والاشياء او بالمولات. يلا يا قمر معك. يلا خلينا ناخذ اتصال من امال. وصباح الخير يا امال. امال صباح الخير.
صباح الفل الجاسمين. من وين عم تحكينا يا أمال؟ أنا من عمان. أهلا وسهلا فيكي. كيف الطقس يا أمال؟ شايفة قد درجة الحرارة مرتفعة؟ صراحة كتير شوب. كتير شوب، بس يعني إن شاء الله أيام خير وكلها أفراح ومناسبات. وتفضلي معك الشيف علا. صباح الخير يا سافي. صباح العسل والقشطة والياسمين. أهلا وسهلا. الله يسلم إيديك على كل إشي بتسوي. أنت بيطلع لك تدللي، فأقعدي وأمري بس. أجل بك يا ربي. حبيبتي كيفك يا ساف؟ قولي حبيبتي معك. حبيت أطبح عليكي والله وأتشكرك على الأكلات الطيبة اللي بتسوي. الله يسعدك ويسعد هالصوت حبيبتي، نورتينا. اهلا وسهلا. هلا يا عمر. طيب هلا للمحارمه راح احط بندوره، راح احط البندوره للرز. ركزوا معي، تشيري او اذا بدك جيبيها مستويه مع بزرها، لا تشيلي البزر، افرميها كيوبس مكعبات. تمام، فانا راح احطها مع الرز واحمصها مع شويه دبس الفلافله والثوم. ما راح تنسين على الطبخه هاي لانه راح تذكريني طول عمري. والله انا بصراحه اخر ثلاث حلقات بحب اقول لك يعني استجميت، حسيت حالي مسافره وعم باكل اكل بحري. والله صدفه يعني، بس سبحان الله نصيب. ولا قانون الجد، احنا بصراحه بنقول قانون وامال واحلام واهداف ونوايا. صح. ويقين. صح 100%. حطينا هون البندوره، صح الكلام، وحطينا اللي هي دبس الفلفل. هلا بدي احط البهارات اللي رح تنزل على الرز. بدنا إلها كركم، عشان ما اخربطكم، وحده وحده كركم والملح بعيار الرز، وكمان راح احط شويه فلفل اسود كمان للرز. بعدين راح استخدم شويه بابريكا خشنه لحتى اعزز اللون، وكمان شويه بهار سمك او بهار روبيان. تمام. يلا تمام، معنا اتصال من ريما. ريما صباح الخير. صباح الخير لانا، كيف حالك؟ اهلا اهلا، وين عم تحكينا يا ريما؟ من اربد. من الشمال، تحياتي لاهل الشمال اكيد ولباقي المحافظات. شو الاخبار وكيف الطقس عندكم؟ الحمد لله منيح ان شاء الله يا رب دائما تكونوا بخير. احنا اكيد مبسوطين بسماع صوتك. وتفضلي معك الشيف علا. الو صباح الورد. اهلا يا قمر. هسا الأكلة هاي اجت على الموعد، انا دائما بشوفها. كيف انا اليوم زبطتك السوشيال ميديا واض، بس انا عمري ما جربتها، ولكن مش عارفه كيف يعني تنطبخ طريقه الطهي وهيك، بس اجت يعني شو على الموعد. ابشري تدللي لعيونك، لو انت قريبه حياكي الله، انا جاهزه اطلع لك بايدي صحن تدللي. الله يسعدك. هسا شو ممكن يتقدم معها الأكلة هاي؟ رز. تابعي معي الوصفه للاخر، شوفي فخامه التقديم وكمان طريقه الاكل. رح ناكل انا وزميلتي امامكم. الدلالي يا عمر. طيب سؤال، حتى منتجات المحيط وين موجودة في إربد؟ عند المحيط، في محيط بإربد؟ ما بعرف إذا في فرع بإربد، بس أكيد مش متأكدة، بس هي منتجات المحيط والباكيجينج من عندهم بالمصنع هون بشارع الإداعة، يعني أنا رايحة وشايفة بعيني إشي خمس نجوم صراحة. تمام؟ هلأ هون حطينا إحنا البهارات للرز، رح نروح نجيب رز بسمتي من قطاف منقوع ومغسول. يمكن استبدال هذا الرز بمعكرونة الأرزو اللي هي المعكرونة لسان العصفور لنا. اللي طبعاً بتشبه السنوبر. طبعا بحبها صراحة، بس ايش رح نخليها شوي فيها قرطة صغيرة الدنتة، يعني توصل طبخة 80% وأوقف عملية الطبخ، يبقى فيها هيك قرطة خفيفة مثل الريزوتو مثلا. بس أنا استخدمت رز صراحة اللي أقرب إلنا، أقرب لبيوتنا لشعبنا. نعم بحب يعني هيك يكون الطبخ بصراحة واقعية، ما بحب نعبي. حلو كمان إنه نعطي دائما المشاهدين كمان خيارات حسب الأذواق. نعم مبسوطين على الأطباق جوا. هلأ بتشمي الريحة لنا. يا سلام، لم حمصت الرز. بتحبوا الأكل البحري يا جماعة؟ موجود. يلا نعم شوف هلا وين موجود قلنا؟ بإربد. بإربد سيتي سنتر. على فكرة هذا المول أنا بحبه كتير، مرتب كتير. صح، المحلات اللي فيه بتجنن، وفيه لبس حلو كمان. انا بحب كل إربد لو سمحتي، مش بس تسلمي اصلا يعني. والله ايامي بالجامعه ما كان في سنتر. شيء صار غير وكل شيء عمار وكل شيء. هلا احنا رح نحط المي زي ما بتفلفلي اي رز، عيار رز قطاف. كل كوب رز منقوع ومغسول ومصفى بده كوب ونص من الميه، وخليه يغلي وادعي لي على هالطعمات المرتبه. تمام. هلا هون بعد ما حمصنا الزيت والزبده والكزبره، نزلت كزبره خضراء. هلا بعد ما حمصت الكزبره راح انزل شويه بصل اخضر. الله. تمام، ارجع على النار، راح احط شويه برش ليمون لخلطه المسلز.
اللي ما ركز معاي عيد الحلقة أو حطي المقابيلك الحلقة وطبقي. برش ليمون، برش الليمون إيش بيعمل؟ بيعطر، ما بيعطي طعم. بعدين رح أروح أطفيها بنقطتين عصير ليمون، أوكي؟ آخر الطريق. هلأ بروح بنزل المحار اللي سلقته عشان يكمل عملية الطهي، وشوف النكهة الخطيرة. يلا بسم الله. يلا أنا معك. بدي أطبخها، بدي أطبخها أنا يا شطالة. يلا بدي أبدع. شايفة أول ما نحركهم مع بعض لحمة المحار رح تسحب كل النكهة وتتعطر به النكهات، وهو يطبخ بالشل أو بالصدفة بتاعته. وبعدين هاي الشل لما بسحب منها كمان استوك مرق كتير زاكي، كتير نكهة دسم فيها. شايفين كيف بعرف أطبخ أصلاً؟ والله صراحة تقليب مش سهل يا جماعة. شوف مش زي التجربة. أخذ عني صراحة. يلا شفعلة. تمام رح نحركهم ببعض لحتى ياخذ معي نكهه، والمسلز ينكه لي كمان نكهه الخلطه. الريحه خيال شوكولاته. متعه متعه شغل السيفود، انا بستمتع صراحه. في بداياتي قبل ما اتجه لمجال الشيف كنت اشتغل بشركه سيفود صراحه لمده 3 سنوات. فهاي الأطباق تعلمناها من شفات مختصين صراحة بعالم المأكولات البحرية. فهالطبق هيك رجعني حوالي 10 سنين لورا. الله. تمام يا عمر معك. رح أخلي هون الرز أورجيكم رز قطاف لما بتفلفل وفي بندورة. هلا رز البسمتي عاده لما بنحط عليه بندوره بلزق ببعضه شو ما كان نوعه، الا اذا الست كانت شاطره بضبط معيار المي. بس رز قطاف سبحان الله، الرز بركه، البركه من الله. شوفي رهيب هذا الرز، رهيب. بس على حسيتها كبسة أجنبية. يعني هيك شوي مشخصة. يلا معنا اتصال. معنا اتصال. يلا دينا صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكينا؟ والله بحكي معكم من عمان. أهلا وسهلا فيكي. شايفة الأطباق اليوم غير شكل. والله أنا من عشاق المأكولات البحرية، ومبارح جيت من العقبة مبارح بالليل. الله تحياتنا لكل أهالينا بالعقبة أكيد. الله يسعدك يا ربي. وطول فترة إجازتي بالعقبة وأنا آكل أكل بحري، عن جد من عشاق المأكولات البحرية أنا. يسعدك يا رب. معناته اليوم توفقنا بالطبق، وهي الشيف علا معك. تفضلي قولي لها اللي بدك. يعطيك العافية شيف علا. أنا أؤمن بالهاجز الروحاني بيني وبينكم. الله. فكان إحساسي إنه لازمها سيفود، ولا كان اليوم المشروع مختلف، بس سبحان الله القلوب عند بعضها. الله يسعدك اللي بتركزي لنا على المأكولات البحرية، لأنه صراحة يعني قليل ناس بتركز عليها، يعني تركيز الناس أكثر شيء على الجاج واللحمة. نعم. فالمأكولات البحرية إشي كثير زاكي وإشي كثير راقي وخفيف وصحي. 100%. لازم نركز عليه يعني زي ما بنركز على الدجاج وعلى اللحوم. تدللي يا أمر. حاضر تدللي. والله يا شيف عندي سؤال من زمان بسألك إياه. يلا قولي. الله يسعدك، من وين أشتري ريحان الورق تبع الأكل؟ ريحان الورق روحي على الثلاجات الموجودة بالمولات، مكتوب عليه ريحان إيطالي. الحبة ملسة واسعة وكبيرة، الحبة الصغيرة المبوزة هذا يعني غالبا بيسمم، هو لزينة. فأنت لما بدك تشتري للأكل من مول أو من عند خدرجي مكتوب عليه ريحان إيطالي للطبخ. حلو. أفرمه ولا على صندوق؟ هلأ شوفي لما بدك تفرميه. سألت بدي أفرمه؟ سألت صح؟ ما سمعتها. لما بدك تفرميه قبل الطبخه بتضربيه بالسكينه وفورا بتنزلي بتاكسد وبسود، ديري بالك. ايوه. يعني انه ما افرمه. هلا يفضل انك تنزلي ورق، انا اذا بتلاحظوا غالبا بنزله ورق. اذا بتلاحظي ينكه يعني. اوف ورقتين بس اذا كترتي بمرمر فورا. ودبس الفلفله هو باربيكيو؟ دبس الفلفله هو عباره عن فلفل رومي نجفف على الشمس، اذا كان نوعيته اصليه بيكون نجفف على الشمس ومطحون دورين
وبعد ما طحنته رجعت حطيته تحت حرورة. الشمس كمان أسبوع وبعدين خللته. هيك هو طريقته. حلو بدون حرورة هذا. نعم. شكرا يا شيف ويعطيكم أهلا يا ست الكل. يلا شكرا يلا معاي دينا. يلا بسم الله. معنا أم أصيل اتصال، خلينا ناخذ رأيها بأطباق الشفعلة لليوم. وصباح الخير يا أم أصيل. أم أصيل صباح الخير. صباح النور، كيف حالكم؟ من وين عم تحكينا؟ من الزرقة والله. أهلا وسهلا فيكي وتحياتنا لإلك ولكل أهلنا بالزرقة. شو الأخبار؟ والله الحمد لله، كيفك سلانة؟ اليوم الطبق أصيل أصلاً. تفضلي معاكي الشفعلة. ألو صباح العسل. صباح النور شفعلة. صباح النور والسرور للناس الطيبة. الله يخليك يا ربي. شفعلة أول شيء أنا من معجبينك في كل إيش بتعملي. أنت راس المال، أنت عارفة. الله يخليك يا رب يطول عمرك. قولي يا أمر معك. بدي أسأل، زمان بتذكر وإحنا أولاد صغار كانت الحاجة يعني أمي كانت تعملنا السمك، تعملنا إياه زي مقلوبة، يعني تحط عليه بطاطا وبصل والرز العادي الحب القصير وكان يطلع زاكي. هسه بطل حدا يعني يعمل زي هيك. تعرفي ليش؟ ليه؟ ارجع إلى نقطة الأصل. وين أول إشي؟ نفس الحجة، ولا حدا ممكن يجيبه. صح؟ صح. تاني شغلة المادة الخام اللي هي السمك. أزكى أنواع السمك، خليكي معي، أزكى أنواع السمك للمقلوبة للصيادية اللي بده يفوت على رز وعلى النار الناجل. هذا سمك ملوكي، سمك الناجل وسمك الهامور. قولي له أعطيني الفارسي الأحمر مش الأبيض، تمام؟ ودعي له. نوع السمك جدا مهم جدا، يعني مش اي سمكه بتزبط. انا بعرف لانه يعني حتى بنحاول نعملها بس ما بتطلع زي زمان. أيوة. مش اختاري نوع سمك صح، وانا على راسي من فوق بعمل لك اياها هون على الشاشه وطبقيها وعلي الله. اذا ما اكلتي ايديكي وراها، بس دير بالك على ايديكي، بدنا اياهم احنا. الله يخليك يا رب. طول عمرك. هلا يا ستي، يلا نطعمي لانا. يلا جاهزة. يلا يا شباب، لانا دائما جاهزه. يلا يا قمر، بدي نقي لك وحدة شو غير شكل، ما يغركم. ورح نجيب عليها عصرة ليمون، هو سخن الحبة. أوكي، عصرة ليمون. أوكي، بعدين هون في عرق بيكون ماسكها. كيف بتاكل المحار؟ بنجيب كمان حبة في الجهة المبوزة، نمسك هاي هيك. شوفي كيف طلعت من مكانها. ها صح. وبعدين زي ما بتشوفوا على الأشياء الأجنبية هيك بينزل كل الخلطة اللي هون. يا سلام. لا وين تقولها هي يا جماعة؟ ما لا 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 أنا بقدر أكل قبل لا أنا. نقول بدنا ندلل. يلا قولي بسم الله. يلا أوكي. موعد موعد.